وللمزيد حول تفاقم أزمة الكهرباء في العراق في ظل تزايد ظاهرة تفجير الأبراج الكهربائية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. بداية دكتور محمد، هل تتفق مع ما ذهب إليه موقع ميدل إيست مونيتور في أن أزمة الكهرباء في العراق هي صورة مصغرة للفساد الجاري في البلاد؟ بالتأكيد، كما هو واضح ومعروف لدى العراقيين وكل المتابعين للشأن العراقي، أن هناك مخطط إمبريالي صهيوني، وهو أن يبقى العراق في ظلام. وكما جرى في لقاء قبل الاحتلال بين طارق عزيز وجيمس بيكر، قال له أن العراق سننقله إلى العصور المظلمة، وفعلا العراق الآن يعاني من الظلام الدامس، وفي ظل هذا الحر اللهيب في شهر تموز وآب يعيش العراقيين. وكما هو معروف أن هذه القضية هي قضية ابتزازات تقوم بها جهات داخلية وخارجية، وفعلا كما قالت الصحيفة أن العراق يعيش الآن ومنذ 18 عاما وأكثر، حتى أنه بدون كهرباء، والمعروف أن الكهرباء هي عنصر أساسي في ديمومة هذا المجتمع من تواجده في الزراعة وفي الصناعة وفي القضايا الاجتماعية، منها المنازل والبيوت، وكذلك طلاب المدارس هم بحاجة إلى كهرباء لتقديم امتحاناتهم السنوية مثلا. نعم، يعني ذكرت أن هذا التدمير الممنهج لقطاع الكهرباء لربما وراءه الكيان الصهيوني، ولكن من هي أدوات هذا الكيان على الأرض في العراق؟ هو المعروف أنه الآن حاليا يتم تنفيذ هذا المخطط على مجموعة من ذيول الاحتلال وأعوانه، وكذلك إيران التي تلعب دورا كبيرا في تأخير بناء المجتمع العراقي في كل مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك هم المنفذون. العراق صرف حوالي 80 مليار دولار من أجل إقامة منشآت كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكلنا نعرف حتى أنه في ظل الحرب الخليجية الثانية، عندما دمرت المنشآت الكهربائية رجعت بفضل المهندسين العراقيين والإمكانية والطاقة العراقية التي هي طاقة وطنية معروفة بهذا الاتجاه. نعم، يعني 18 عاما منذ الغزو الأمريكي للعراق، هذه السنوات كلها ألم تكن كافية للحكومات المتعاقبة لمحاولة يعني رأب الصدع وتحسين الواقع للكهرباء في العراق؟ أين يكمن الخلل، في عدم جديتها أم في تواطؤها أم ماذا؟ يكمن هنا قضية أنه تواجد أجهزة موجودة داخل هذه الدولة تشير إلى أنه هذا التواجد هو يضع نفسه كبديل إلى المصالح الإيرانية داخل العراق مثلا، وحتى الأمريكية. كلنا يعرف أنه هناك صراع جرى بين الأمريكان والألمان عندما قامت شركة سيمس الألمانية بتقديم مشروع لبناء الطاقة الكهربائية، والأمريكان كانوا مصرين أن تكون جنرال إلكتريك الأمريكية هي التي تنفذ هذه المشروع. نعم، لأن الرأسمالية دائما تبني كل ما تريد على استثمار هذا. طيب، يتضح أن حتى وزراء الكهرباء السابقين اللي هم مشاركين في تدبير هذا البلد
نعم الدكتور محمد، يعني الحلول كما يراها بعض الخبراء تكمن في ربط الكهرباء مع دول الخليج. السؤال هنا، لماذا يتعطل هذا المشروع رغم التفاهمات المتاحة لحل الأزمة؟ العامل الخارجي يلعب دور بتنفيذ هذه المشاريع، وأقصد هنا أنه لإيران دور بالتأكيد، أنه ليست لمصلحتها أن يتم الربط الخليجي بين العراق والمناطق الأخرى المتواجد فيها كميات من الكهرباء ممكن ربطها في شبكة عراقية، لأنه هي المستفيدة من هذا الوضع القائم بما فيها قضية الغاز الإيراني الذي يصدر إلى العراق. وحتى يبقى المجتمع العراقي والعراقيين لهم صلة بإيران، وبالتالي يتحكم الإيرانيين بمصالحهم هذه من أجل كسب المزيد من المال ومن العملة الصعبة لغرض تمشية أمورهم، وبالتالي العراق والشعب العراقي هو المتضرر الأكبر من هذه القضية. نعم، الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.